بسم الله الرحمن الرحيم. معاكم اللاعب الدكتور فهد المرشاد، لاعب المنتخب الوطني ونادي القادسية لألعاب قوة في القفز بالزانة. راح أكون معاكم ضيف من البداية، تابعونا. ألعاب القوى، أو كما سماها الرياضيون بأم الألعاب لاحتوائها على أكثر من لعبة فردية كرمي الرمح والجلة والزانة والسباقات بأنواعها، كل تلك الأمور لم تستهوي ضيفنا الذي توجه إلى قفز الزانة الطويل والمتمثلة بالجري لمسافة معينة ثم القفز عن طريق الزانة لأطول مسافة يمكن تخطيها. فتلك اللعبة التي تعتمد على لياقة فنية عالية وعضلات تساعده على الارتفاع عبر الزانة التي امتاز بها اللاعب فهد المرشاد عن أقرانه من اللاعبين. فقد اكتشفت موهبته وهو في سن صغير لينضم إلى نادي القادسية، ومن تلك اللحظة كانت هذه البداية لانطلاق نجم واعد هو فهد المرشاد. ومن خلال برنامجنا سوف نغوص في ذكريات اللاعب لنتعرف على إنجازاته وبدايات نجمنا الوطني. فلنستمع ونستمتع بما يحمله فهد المرشاد من ذكريات رفعت اسم بلدنا عاليا خفاقا في مختلف المحافل الرياضية. كانت بدايتي سنة 87 في كرة السلة. بداية كانوا يعني مثل ما تقول كشافين يشوفون الطلبة بالمدرسة، فشافوني لاعب مثل ما تقول مميز وسريع وأكتف، فأخذوني لاعب كرة سلة. لعبت نادي القادسية يعني لمدة تقريبا 4-5 سنوات، حققنا يعني الدوري أكثر من مرة بالميني باسكت، وكان معاي الزملاء منهم عبد الله صراف حاليا يلعب كرة سلة، وأخوي خالد الخواري ونواف الروي وصقر عبد الرضا. وبعدها انتقلت من بعد ما حصل عندنا الغزو الغاشم سنة 90، مثل ما تقول الصالة مالت كرة سلة تأثرت من الغزو الغاشم، فقالوا لي روح شوف لك لعبة ثانية يلعب فيها على ما نصلح الصالة. وشانت الأقدار أني يعني مريت على الملعب مال ألعاب قوة، فمثل ما تقول شافون المدربين وكذي قالوا تعال خلنا نشاركك اللعبك كذي، عاد قاعد يجربوني بالركض والسرعة وكذا، فخذوني جربوني بالركض والجري وبالوذ. المهم مثل ما تقول إن شافون لاعب مميز، عاد تدري إن بدت الإغراءات وعطوني مثل ما تقول ملابس، أنا كنت لاعب صغير وكذي ملابس وجنطة وجوتي ومن السوالف هذه، مثل ما خليت بالمغريات هذه. واستمريت يعني من ذيك السنة يعني تقريبا من أول ما لعب سنة 93 إلى يومنا هذا 2019. بعد كرة السلة دشيت ألعب قوة مثل ما قلت أنا سنة 93. أول بطولة شاركت فيها كانت فئة الناشئين، حققت الميدالية الفضية في الوثب العالي. أول ما لعبت كنت في الوثب العالي. بعدها دخلت 95 الوثب العالي، ومن ثم من سنة 96 نقطة تحول اللي حولت لعبة القفز بالزانة. طبعا كان هذا كان وقتها موجود الكابتن القدير طارق الفرحان. من بدايتي كانت 96 بلشت بالقفز بالزانة فئة الناشئين. طبعا اول ما لعبت حطمت رقم الكويت بالناشئين، كان رقم الكويت 3.70 متر، طبعا حطمت 3.71 متر سنه 96. بعدين حطمت لان كان عندنا ناشئين والعب مع الشباب، كانت فئتين العب مع ناشئين مع الشباب، فمثل ما تقول بالسنه العب 6 بطولات، فحطمت الرقم يمكن تقريبا 8 مرات اللي هو 3.71 متر 80 90 91، 4 متر 4 متر 11 4، تقريبا 7 مرات الى ان وصل الرقم الى 4 متر 20. وكان هذا الرقم اللي هو 4 متر 20 كان سنة 97، كانت بطولة الخليج، كانت اول بطولة لي خارجيا
بطولة خليج، كنت وقتها أنا ناشئين شاركت مع فئة الشباب، ومن بعدها رحت بطولة الخليج لفئة الشباب كانت في قطر، طبعاً حققت الميدالية الذهبية بالقفز بالزانة، وحققت الميدالية الذهبية في لعبة العشاري. وبعدها أول سنة اللي هي سنة 2000 اللي هي دشيت أول فئة للعمومي اللي هي كانت أول بطولة لي بالخليج، حققت رقم 4.75 كان رقم شخصي، كان في الكويت بطولة الخليج، حققت الميدالية الفضية. بعدها بعد سنة 2000 أول مشاركة لي اللي هي نقطة تحول كأول ميدالية ذهبية لي دوليا اللي هي سنة 2001 كانت بطولة في سوريا، حققت 4.90 حققت الميدالية الذهبية، كانت صدمة لجميع أبطال العرب منهم يعني المغرب والجزائر وتونس وقطر والسعودية، كانت يعني مثل الصدمة لهم كبطل جديد داخل عليهم. فمن بعد البطولة هذه الحمد لله بدأت سنة 2002 وحققت بطولة غرب آسيا، كانت ألعاب بطولة غرب آسيا كانت بالكويت، و2003 بطولة الخليج خذيت الذهبية، و2005 بطولة الخليج خذيت الذهبية وفضية عربية، و2007 أيضا ذهبية، و2009 حقق ذهبية الخليج وذهبية العرب. بعدنا دخلنا 2011 اللي حققت رقم كويتي جديد اللي هو 5.26 متر. بعد الانجازات هذه طبعا جتني عروض طبعا من قطر، عروض احترافيه والحمد لله وفقت فيها وشاركت مع نادي الغرافه كأول مشاركة لي، وشاركت في بطولة سمو أمير قطر وحققت ميدالية ذهبية فيها، وبعدها بسنة رحت احتراف نادي الريان قطري وأيضا بطولة سمو الأمير قطر حققت ميدالية ذهبية، وبعدين السنة الثالثة اللي هي احترف نادي قطر القطري وايضا هم بطوله سمو الامير حققت الذهبيه ايضا. الحمد لله يعني كل البطولات اللي شاركت فيها بقطر كلهم ذهبيات لله الحمد. اول شيء احب اشكر صراحه عندي ناس وايد يعني لهم الفضل على انجازاتي ومشواري هذا الرياضي الكبير، يعني طبعا على راسهم سعاده الشيخ دكتور طلال فهد الاحمد، له الفضل كثير يعني معاي بتشجيعه ووقفته معاي وايد مواقف يعني ما احب اذكرها. ثانيا مدربيني المدرب القدير طارق الفرحان، يعني رباني من انا صغير الى كبرت لين وصلت منتخب العمومي، يعني ما قصر وياي صراحه بجميع الشغلات. زائد الكابتن بشير الزغواني من تونس، له الفضل في تحطيم الرقم الاخير للكويت، وطبعا جميع الاداريين اللي مروا على الاتحادات، الاتحاد اللي مر علينا يعني كذا عضو بالاتحاد طبعا كثيرين، وجه لهم التحيه والشكر والتقدير اللي قاموا فيه كله في مسيرتي الرياضيه، واشكر جميع اللي وقف معي وساعد فهد مرشاد على انه يحقق هذه الانجازات. طبعا بالنهايه هي مو لفهد مرشاد، بالنهايه هي كلها دولتنا الحبيبه الكويت وبس. وبالنهاية أحب أشكر أسرة البرنامج من البداية، أشكرهم شكر الجزيل على استضافتي لهذا البرنامج، وأحب أن أكون ضيف خفيف عليكم يعني، وشكراً.